تمام. طيب معلش انا اسف، سؤال تاني. انا بس سمعت برضه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اول من يصعد به من النار كذا وكذا وكذا منهم المرائي الذي اخذ اجره في الدنيا من مراءاه الناس. فانا بحاول اتقي ده، يعني ان انا مثلا وانا بصلي حد بيبص لي، فانا بحاول اغمض عيني عشان اخشع واركز مع ربنا، مثلا اعطي حد نقود معينه. لا لا لا، انت كده مريض شويه، موسوس شويه. طب انا بحاول اتقي ده، يعني ربنا يؤجلني ان انا بحاول ابعد عن الوسوسه. يا فتى دخلت في الوسوسه، دخلت في الوسوسه.